بعض الناس الله يغفر ليهم بالخلعة بداو كيستوكي في البوطة في ديورهم، وهذا الشيء غينعكس سلبيا على السوق في بلادنا. ولتفادي حدوث هذا الوضع، صدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة بلاغ مشترك لتنفيذ الإجراءات التالية. أولا، ضرورة بيع البوطة عامرة مقابل بوطة خاوية، بمعنى ممنوع تشري بوطة بالخاوي ديالها. ثانيا، بيع بوطة وحدة، إيه وحدة ماشي جوج ولا أكثر لكل زبون. ثالثا، ضمان توفير وسائل النقل الكافية باش يتم الحفاظ على التوزيع السلس لهاد المادة الحيوية. رابعا، تمديد ساعة العمل بمراكز التعبئة لتلبية الطلب الوطني. خامسا، التكثيف من عدد زيارات لجان المراقبة بهدف الوقوف على التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي الأخير، لازم نأكدوا على أن بلادنا كتوفر على المخزون الكافي لغاز البوطان، فلا داعي للقلق.